آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. وجازت بمرض ذي بقر أو غنم كبقبرة ولو لمشركين ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس. وجازت وجازت بمربض غنم أو بقر، يعني أن الصلاة تجوز في المحل الذي يجتمع فيه رجيع الغنم وتبرك فيه، وفي المحل الذي كذلك يجتمع فيه رجيع البقر ويبرك فيه، لأن الرجيع رجيع هذه الحيوانات عند مالك وعند أحمد كذلك حيوانات عند مالك وعند أحمد كذلك طاهر، ولم يرد النهي عن الصلاة في مرابض الغنم وقيست عليها مرابض البقر، بل في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، وقيست عليها مرابض البقر. ونعم، بمرض ذي بقر أو غنم كمقبرة كمقبرة، كذلك المقبرة يجوز فيها يجوز الصلاة فيها عند الإمام مالك، وفيها خلاف بين العلماء، فأحمد وداود الظاهري ذهبا إلى تحريم الصلاة في المقبرة لحديث أبي مرثة الغنوي عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبر إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكذلك حديث جندب بن عبد الله عند مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث يعني ابن عمر عند الشيخين، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا يقتضي النهي عن الصلاة في القبور. وأما مالك فحمل بعضهم حمل هذا على الكراهة، على الكراهة، ومالك وخصوصا رواية ابن قاسم قال بالجواز، وذلك لأن أخذا بعموم الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وحمل الحديث الآخر حديث الجلوس على القبور، حمله على الغائط أنه لا يتغوط في المقابر. وبالنسبة للشافعي فصل، قال: إذا نبش القبر فلا يصلى في المقابر،
وإذا لم تنبش يجوز الصلاة فيها، وذلك مراعاة لقضية النجاسة. فالشافعي يعتبر أن النهي إنما هو للنجاسة في المقابر، فإذا نبشت القبور على أساس على القول بأن الآدمي بعد موته نجس، إذا نبشت القبور لا يصلي فيها، وأما إذا لم تنبش أو بنيت المساجد في المقابر فيصلى فيها عند الشافعي. وأولى الأقوال هو قول الكراهة، قول الجماعة الذين قالوا بالكراهة جمعا بين الأدلة. نعم شيخنا، بالنسبة للنهي المطلق سواء كان بين المصلي والقبر حاجز أو كان القبر عن يمينه أو عن يساره. نعم، إذا كان هذا في المقبرة، إذا كان داخل المقبرة فإنه فيها. فالذين قالوا بالتحريم والكراهة عام في كل مكان في المقبرة، أما إذا كان قبر إذا كان القبر قبرا منفردا، فإذا لم تصلي إلى جهته، صليت مثلا بجواره لم تصلي المقبرة، صليت بعيدا منه مثلا، زويت عنه ولم تصلي إلى جهته. لأنه شيخنا في بعض المناطق تكون المقبرة أمام في قبلة المسجد، يقول المسجد يعني. هذا على الصحيح لا يضر. ثم إن أيضا حديث أنس عند الشيخين يدل على أن المقبرة إذا بنيت فيها المساجد لا ينهى حينئذ عن الصلاة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند الشيخين أنه عندما أراد أن يبني المسجد النبوي أرسل إلى بني النجار فقال ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا والله لا نطلب فيه إلا وجه الله، لا نطلب فيه ثمنا من عند غير الله. فكانت فيه قال أنس وكان فيه قبور المشركين والخرب والنخل، فنبش قبور المشركين وسوى الخرب وقطع النخل وكان وجعل عضادتيه حجارة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم من أنصار المهاجرين ينقلون الحجارة ويرتجزون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فأغفر للأنصار والمهاجرين. وهذا قول أنس إن المكان كانت فيه قبور المشركين هذا حامل لهذه القبور على الغالب، وإلا يمكن أن تكون فيه قبور من المسلمين من اليهود من النصارى من أصحاب النبي السابقة لأنها مقبرة قديمة. نعم، المقصود أن بالمساجد أماكن الصلاة أولى المساجد المعروفة في العرف اللي هي النهي عن بناء المساجد، لا تتخذ القبور المساجد، النهي عن بناء المساجد فيها، النهي عن بناء المساجد في المقبرة، النهي فيه لا، بالنسبة لبناء المسجد في المقبرة إذا نبشت لا حرج فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بالاتفاق. لكن أن تأخذ مثلا قبر صالح معين أو قبر نبي وتبني عليه مسجد، لا ليس هذا قصدي. يعني في حين مثلا لا رأيت مقبرة يدفن فيها، لا زال الموت يدفنون فيها وهي في قبلة المسجد مثلا، هل يتحرجون من الصلاة دي؟ لا 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 حرج في الصلاة في ذلك المسجد إطلاقا، هي منفصلة يعني بعيدة عن المسجد، لكن هي في قبلة المسجد. لا 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 حرج في ذلك. الآن البقيع الآن في قبلة كثير من المصلين لأن المسجد اتسع. نعم، جزاك الله خير. كمقبرتين ولو لمشركين. كمقبرتين ولو لمشركين. كذلك المقبرة قال ولو لمشركين. والمشرك ولو هذه لرد خلاف مذهبي، لأن المشرك مقبرته أولى بالاجتناب من مقبرة المسلم. لماذا؟ وهذا يجعل الاستشهاد أيضا بحديث أنس استشهادا قويا، لأن المشرك نجس، أولا مقبرته عظامه نجسة
عرفاته نجس. ثانيا المشرك أيضا المكان الذي هو فيه مكان عذاب وغضب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين نهى أن يمر أصحابه صلوات الله رضي الله عنهم بمدائن قومي صالح إلا وهم باكون ومسرعون. وينبغي أن لا يستقر الإنسان، لا يجلس الإنسان في مكان الغضب، فقبور المشركين أولى. ولهذا قال ولو لمشركين. معنى هذا الجواز عند مالك مطلقة، مطلق الجواز عند مالك مطلق، الجواز عند مالك مطلق. وكذلك يشهد له فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عن بعضهم أنه كان يصلي في المقابر. ومزبلة كذلك المزبلة، مزبلة كذلك مكان الزبل، مكان الذي يجتمع فيه الزبل وهو رجاء البقر. هذا أيضا تجوز الصلاة فيه لأن الزبل عند مالك طاهر، وكذلك مذهب أحمد. إنما قال الشافعي بنجاسته، الشافعي الذي قال بنجاسته طبعا المزبلة لا يجوز الصلاة فيها عنده، مكان الذي فيه الزبل، مكان إذا اجتمع فيه زبل أي رجاء بقر لا يجوز عند الشافعي طبعا أن يصلى فيه لأنه يعتبر الرجاء مطلقا نجسا. هذا شأن بالنسبة لأنه يعني إذا حددنا في زبل البقر، ما الحين المزبلة عند في العرف عند كثير من الناس هي المكان الذي يرمى فيه النجاسة بمختلف أنواعها. لا، المكان القضية إذا كانت رجيعا طاهرا، مثل لا يوجد فيها رجيع، يعني يوجد فيها أشياء نجسة مثلا، لا يقال هذه مزبلة. لا 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 لا، الأشياء النجسة مكان النجس بالإجماع لا يصلى فيه، كان نجس بالإجماع لا يصلى فيه. إنما المراد الرجيع الطاهر كرجيع البقر ورجيع الغنم ورجيع الإبل. ومحجتي كذلك الطريق، محجة قارعة الطريق، محجة قارعة الطريق، واختلف فيها كذلك. وأحمد حمل النهي في هذا كله في الحديث، حديث ابن عمر حمله على أنه مخصص للإطلاق العام، لأن الأصل أن الخاصة أن العام يبنى على الخاص. حديث ابن عمر الذي فيه أنه عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما الذي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والمزدلة والمجزرة وقارعة الطريق وأهل بيت الله الحرام وقارعة الطريق وأهل بيت الله الحرام، هذه الأمور كلها حملها أحمد وداود الظاهري على أن العام هنا بني يعني حملوا هذا الحديث على التخصيص، على أنه مخصص للحديث المطلق اللي هو حديث جابر وما في معناه من الأحاديث، حديث جابر عند الشيخين وما في معناه. ولكن مالك كما قلنا تمسك بالأصل وبأصلين، أصل الإطلاق في الحديث وأصل الطهارة بالنسبة للعرض، أن هذه الأرض مثل الطاهرة، لأن القارعة مرور الناس لا ينجس الطريق، ربما يعاقب المرة. هو فقط هذا هو السبب، هذا هو سبب النهي، هذا هو سبب النهي. لكن أقول لك إن مالك تمسك بالأصلين، أصل الإطلاق في أن الأرض كلها مسجد وطهور، وأصل الطهارة. ولكن الصحيح هو أن النهي هنا في هذه المسألة على سبيل الكراهة، صحيح هو النهي على سبيل الكراهة. نعم شيخنا بالنسبة للنهي وطبعا ويفصل فيه إذا لم يكن، إذا كانت الطريق ضيقة بحيث يسد المصلي الطريق على المارين فهنا يمنع، أما إذا كانت الطريق واسعة فلا حرج.
بالنسبة لشيخنا الظهر، ظهر بيت الله الحرام. ما العلة في النهي؟ في حديث، في الحديث فقط، هو ورد في الحديث. ربما يكون لأنك أنت تصلي إلى جهة البيت، وأنت إذا صليت فوقه لن تصلي إلى جهته. كان القبلة انعدمت. كان القبلة انعدمت بالنسبة له. نعم. هذا متفق عليه شيخ. اللي هو كان الصلاة على ظهر البيت الحرام. البيت الحرام. مذهب الجمهور، مذهب الجمهور النهي عنه، مذهب الجمهور المنع، مذهب الجمهور. وأما الصلاة داخله فهي الخلاف. لأن الشيخ هنا ما ذكره. أي نعم. هذا سر ظهر البيت. لكن هو مذهب الجمهور، لكن الصلاة داخله فيها خلاف. الصلاة داخل بيت الله الحرام هذه فيها خلاف، وأما الصلاة فوق ظهر البيت فالجمهور على منعها. نعم. ومجزرة، ومجزرة كذلك مكان الذبح، وهذا محله إذا لم يتنجس، إذا لم يكن فيه دماء نجسة. أما إذا كانت فيه دماء نجسة بأن تنجس في الأرض فاتفاقا لا يصلى فيه، وإنما الخلاف إذا لم يتنجس. فإذا لم تنجس ففيه خلاف. نعم. إن أمنت من النجس، إن أمنت هذه المسائل كلها من النجس. نعم. ولهذا قيد لك هذا كله بالأمن من النجس. المربيض البقار والغنم، كل هذه. نعم، كل هذه المعارف. لأن الأرض كلها مسجد وطهور إلا إذا تنجست. نعم. وتمسك بالأصل في هذا. إن أمنت من النجس ولا النجس شيخنا؟ إن أمنت من النجس، من النجس. وإلا فلا إحرام. النجس اللي هو عين النجاسة. وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق. وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق. معناها إذا صلى فيها الإنسان في هذه الأماكن كلها التي ذكرنا، في هذه الأماكن كلها التي ذكرت، إذا صلى فيها وهو غير متحقق لعدم نجاستها فلا إعادة إذا لم يعرض له ذلك الخاطر إلا بعد الصلاة. إذا شك في نجاستها بعد، أو توهم النجاسة بعد الصلاة فلا إعادة. إلا فلا إعادة على الأحسن، على الأحسن. نعم. إن لم تتحقق. وكرهت بكنيسة ولم تعد. وكرهت بكنيسة. الكنيسة عند مالك تكره بها الصلاة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح من رواية قيس بن طرق بن علي عن أبيه أن وفدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بشعائر الدين، وأخذوا عنه بعض العلم، وذكروا لهم أنهم أن 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 وذكروا لهم أن عندهم بيعة واستوهبوه شيئا من طهوره، شيئا من طهوره، فأعطاهم شيئا من طهوره وأمرهم أن يهدموا البيعة وأن يجعلوا مكانها مسجد. وهذا يدل على جواز الصلاة في المكان الذي كانت فيه الصومعة أو البيعة أو الكنيسة. وكذلك ثبت عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنه أنهما كانا يصليان في الكنيسة إلا إذا كانت فيها تماثيل، إنما كان يتركان الصلاة فيها إذا كانت فيها تماثيل، أما إذا كانت فيها تماثيل فالأصل فيها الطهارة ويصلى فيها. ولهذا هو قال بالكراهة. نعم. نعم. وكرهت بكنيسة. وكرهت بكنيسة. حتى لو بقيت على معالمها. حتى لو بقيت على معالمها يجوز الصلاة فيها إذا تكون فيها تماثيل. ولم تعد. ولم تعد، معناها لا تعد الصلاة لذلك، لأنه مجرد كراهة. وهو أيضا مسألة مختلفة فيها، بعض العلماء أجازها بالإطلاق، جاز الصلاة فيها بالإطلاق، وقيد فقط بالتماثيل.
وبمعطن إبل ولو أمن. وبمعطن إبل ولو أمن النجاسة. لثابت الحديث حديث كثيرة فيها النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. واختلف العلماء في تفسير ذلك. قال بعضهم لأن الإبل يتخذها الراعي سترة فيتغوط خلفها، وبالتالي تكون مباركها مظنة للنجاسة. وقيل لأن الإبل ذكر في الحديث أنها خلقت من الشياطين فلا يصلى في مرابطها في معاطنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج من الوادي عندما عرس في الطريق طريق مكة حديث أبي هريرة عند الشيخين، عندما عرس ووكل بلالا يرقب الصبح وناموا جميعا حتى طلعت الشمس، قال لهم اخرجوا من هذا الوادي فإن به شيطان. فدل هذا على أن الأماكن تتحقق ويتحقق وجود الشياطين فيها يندب يكره أو ينهى عن الصلاة فيها. وقيل لأن الإبل تحيط كما تحيط النساء، ولهذا أيضا تكون الأماكن التي تبرك فيها نجسة. وقيل غير ذلك، ولكن عموما مذهب جمهور العلماء هو فعلا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم. وفي الإعادة قولان معناها من صلى في معاطن الإبل على قول يعيد الصلاة، ولأن النهي يقتضي لأن النهي علته هو نجاسة المكان، هي نجاسة المكان. إذا قلنا بأن النهي علته نجاسة المكان فتجب الإعادة، وإذا قلنا إن النهي ليس معللا وهو على سبيل الكراهة فلا تعاد الصلاة حينئذ. ولهذا قال إن فيها قولين. نعم. ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري. ومن ترك ركعة معترفا بوجوب الصلاة أخر من ترك ركعة معترفا بوجوب الصلاة من ترك فرضا من فرائض الصلاة مع اعترافه بوجوب الصلاة إلا أنه تركه تكاسلا أخر لبقاء ركعة من الضروري، فأنه ينتظر حتى لا يبقى من الضروري إلا قدر ركعة بسجدتها، قدر ركعة بسجدتها، طبعا قدر ركعة تامة بسجدتها بقراءتها وركوعها وسجدتها. فإذا لم يبقى إلا هذا الوقت يقرب للقتل ويقتل حدا عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وهو مذهب جمهور العلماء. واستدلوا ولو قال أنا أفعل بعد انتهاء الوقت، وقال أنا أفعل بعد أن خرج الوقت بالكلي، بعد أن خرج الوقت الضروري بالكلي. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وجماعة من العلماء، بل هو مذهب جمهور العلماء. ولم يقولوا بكفره، وإنما قالوا يقتل حدا لا كفرا. واستدلوا بأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك
عصموا مني دماءهم حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وكذلك حديث أنس عند النساء قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر لأبي بكر فقام أبو بكر ليقاتله فقال عمر كيف تقاتل العرب؟ قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي رواية البخاري قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا ذلك بالنسبة للزكاة عناقا كانوا يدفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والزكاة إذا قتل على الزكاة فالصلاة من باب أولى. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو باليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلهيبية فقسمها بين أربعة فقال رجل اتق الله يا رسول الله اتق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أولست أحق الناس بأن يتقي الله. ثم ولى الرجل فقال له خالد بن الوليد ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال لعله يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس ولا أن أشق بطنهم. وكذلك حديث حديث عبد الله بن الخيار قال عند أحمد والشافعي عند أحمد في مسنده والشافعي كذلك قال قال إنه حدثه رجل من الأنصار أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه على قتل رجل من المشركين فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. وهذه الأحاديث تدل على أصل القتل. واستدلوا بجملة من الأحاديث على عدم الكفر على أن هذا التارك عمدا للصلاة المقر بوجوبها المتساهل فقط في أدائها أنه لا يكفر بها. استدلوا بجملة من الأحاديث.
منها حديث ابن محيريز قال إن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية لقي رجلا بالشام يسمى أبا محمد فقال له إن الوتر واجب فذكر ذلك لعبادة بن الصامت فقال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حفظها وحافظ عليها دخل الجنة أو كانت له حجابا من النار ومن لم يحافظ وكان له عند كان أو كان له عند الله عدل أن يدخل إخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وكذلك حديث أبي هريرة عند الخمسة قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن أتمها وإلا إذا كانت عند وإلا يقال له يقال انظروا هل عنده من نوافل فإذا كانت عنده نوافل يتم منها الفرض وهكذا يفعل مع سائر الفروض فإذا كانت عنده نوافل يتم منها الفرض وهكذا يفعل مع سائر الفروض. وكذلك حديث عبادة بن الصامت عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العبد. حديث عبادة الأول طبعا أخرجه هو حديث عبادة في محافظة على في عدد الصلوات اللي هو خمس صلوات هذا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وكذلك حديث أبي حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال إن معاذا كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ فقال معاذ لبيك وسعديك ثلاثا حتى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال إنه من مات من قال لا إله من مات من مات من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرمه الله على النار. قال ألا أخبر بها الناس قال إذن يتكلوا. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خوفا من الإثم. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكذلك حديث أبي هريرة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا أن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك حديث ابن مسعود وقالوا هذه الحديث تدل على أنه على أن تارك الصلاة لا يكفر إن هذه الحديث كلها المقرر بها المقرر بها طبعا المقرر بها.
وقالوا الكفر في الأحاديث التي ورد فيها الكفر هو كفر دون كفر، وقالوا هو من باب بعض الأحاديث التي أجمع العلماء على أنها ليست في الكفر المخرج من الملة ووردت في صيغة الكفر، مثل حديث ابن مسعود عند الشيخين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك ولهذا، وهذا طبعا بالإجماع ليس كفرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهم الإيمان مع قتالهم. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب لغير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا فقد كفر. هذا لا يراد به الكفر المخرج من الملة. هذا الحديث أخرجه الشيخان كذلك. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وهذان ذنبان ليسا مخرجان من البلة. وكذلك حديث ابن عمر عند أحمد قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بغير الله فنهاه وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعمر بالإجماع لم يشرك. وكذلك حديث ابن عباس عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر يبعث مدمن الخمر يبعث يوم القيامة كعابد وثن. من هذه الأحاديث كلها حجة عند الجمهور أن الكفر في الأحاديث التي استدل بها من قالوا بالتكفير لا يراد به الكفر المخرج من الملة. وذهب أحمد وإسحاق وعبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء إلى أن تارك الصلاة المتهاون بها عمدا من دون عذر كافر خارج من الملة. واستدلوا بحديث جابر عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. واستدلوا كذلك بحديث مريدة عند الخمسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن شقيق العقيلي عند ابن ماجه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأفعال تركه كفر غير الصلاة. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة كانت له نجاة وبرهانا ونجاة من النار
ونورا، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له برهانا ولا نورا ولا نجاة، وجاء يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وذهب أبو حنيفة وداود الظاهري وجماعة من العلماء إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يسجن حتى يتوب أو يموت في السجن. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. واستدلوا بعدم كفره بأدلة، استدلوا على عدم كفره بأدلة جمهور، وأما عدم القتل فاستدلوا عليه بهذا الحديث وقالوا إنما يجب فيه التعزير، واجتهدوا أن يكون التعزير له بالسجن إلى أن يتوب. وأصح المذاهب هو مذهب الجمهور، وذلك لأنه أولا جمع بين الأحاديث جمعا حسن، ثانيا لأن هو لم ينقل عن أحد من الصحابة في العهد الذي كان فيه الصحابة ولا في العهد الذي فيه أتباع ولا في العهد الذي فيه التابعون ولا في العهود التي تلت ذلك، لم ينقل أن أحدا قتل بسبب تركه للصلاة، أن أحدا يعني كفر أن أحدا كفر بسبب تركه للصلاة. ثم إن الحديث القوي الذي احتج به داود الظاهري وأبو حنيفة ومن سار مسارهم أو ذهب مذهبهم يحمل على أن أنه لا يقتل مسلم إلا بإحدى هذه الثلاث أو ما في معناه، فالنفس بالنفس في معناها الصائل وفي معناها الباغي، والزنا في معناه اللواء وفي معناه السحاق، والتارك لدينه المفارق للجماعة في معناها ترك الصلاة لأنها هي رأس أركان الإسلام. بالتالي يحمل هذا الحديث على أن هذه الثلاث وما في معناها كذلك، حملوا هذا الحديث على أن معنى هذه الثلاث المذكورة في الحديث وما في معناها، وبهذا تخلصوا من معارضة هذا الحديث، وهي معارضة قوية جدا لأن الحديث صريح، وتخلصوا من هذه المعارضة بهذه الطريقة. وعلى هذا يكون مذهبهم مذهبا راجحا، وفيه أيضا ردع للفسقة وللمستهترين بالدين. نعم. وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل. وطبعا الصلاة المذكورة المقصود بها الصلوات الخمس عند الجمهور. الجمهور عندهم أنه إنما تجب الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لحديث عبادة بن الصامت، ولحديث أيضا طلحة بن عبيد الله عند الشيخين
الذي رأينا، ولحديث أيضا ابن عباس عند الشيخين، وأحاديث كثيرة تبين أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس. وقال أبو حنيفة بل الوتر كذلك واجب، بل الوتر كذلك واجب، واستدل بحديث الوتر حق، وبحديث أيضا الوتر واجب، وبحديث إن الله زادكم صلاة هي الوتر، وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن مذهب الجمهور هو صحيح، مذهب الجمهور صحيح لقوة أدلته، ولأن الأحاديث الوتر المقتضية لوجوبه أغلبها ضعيف، والباقي يحمل على أن الوتر مؤكد فقط، يحمل على تأكيد سنية الوتر. نعم. قال الشيخ لم يشمل هذا القتل بالسيف حدا، هذا المقر المقر الجاحد، الجاحد وكافر سيذكره لك، جاحد وكافر بالإجماع، يعني يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، مرتد، مرتد يقتل، المرتد يقتل. وقتل بالسيف حد ولو قال ألا أفعل، وصلى عليه غير فاضل، وصلى عليه غير فاضل تنذيرا للناس من فعله، وصلى عليه غير فاضل، لا يصلي عليه خليفة، لا يصلي عليه مشاهير القوم، وإنما يصلي عليه غير فاضل. نعم. ولا يطمس قبره، ولا يطمس قبره، يعني أن قبره يقبر في مقابر المسلمين وكسائر القبور، يترك كسائر القبور. لا فائتة على الأصح، لا فائتة على الأصح. أما إذا تساهل في أداء فائتة مقرا بها لكنه تركها عمدا تساهلا فلا يقتل حينئذ على الأصح، على الأصح لا يقتل حينئذ، لأنه أمر تعلق بذمته، والقضاء فيه على التراخي ليس على المقر. والجاحد كافر، والجاحد كافر. أما من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع، مرتد، والمرتد يقتل، حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رأينا عند الشيخين، لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من ترك الدين من ارتد يقتل، وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. إذن المرتد يقتل بالإجماع، هذا خلاف، لا خلاف، من ارتد يقتل سواء كان ذكرنا أنثى. عند الإمام أبي حنيفة أن الأنثى إذا ارتدت لا تقتل، وإنما تحبس حتى تموت في الحبس، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا فرق من عام في الذكر والأنثى. هذه الأحاديث عامة في الذكر والأنثى. نعم، وهو الصحيح. ثم قال سن الأذان لجماعة طلبت غيرها. نعم، سيتكلم هنا عن الأذان. ومن الأدلة الأذان معناها الإعلام بالوقت، الإعلام بالوقت. ومن الأدلة على طلب الأذان شرعا قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن أولم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيه، ويتكلم هنا عن الأذان والإقامة. ومن الأدلة كذلك على الإقامة قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وكذلك من الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: رجال لا تريهم تجارة ولا بيع، سورة النور أعني، رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن الأدلة الحديثية حديث عبد الله بن سيد بن عبد ربه عند أحمد وغيره في قصة وفي قصة سنية الأذان في قصة تشريع مشروعية الأذان، فقد رأى رجلا في المنام علمه الأذان فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أو أمر بلالا أن يؤذن. وكانوا قبل ذلك يتحدثون في كيفية الأذان في الصلاة، فقال بعضهم: نأخذ الناقوس، قال بعضهم: نفعل كذا. وكذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم، وكذلك حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند مسلم في صفة الأذان. وحديث أنس رضي الله عنه في صفة الأذان والإقامة عند الشيخ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذني يشفع الأذان ويفرد الإقامة، وفي رواية: إلا قد قامت الصلاة، وغيرها من الأحاديث. نعم. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها. نعم. سن ولو جمعة. سن الأذان، قال: إن الأذان يسن للجماعة خاصة لا يسن للفرد، المصلي منفردا لا يسن له الأذان، وإنما يسن للجماعة، والجماعة إنما يسن لها إذا طلبت غيرها. أما الجماعة في بيت خاص
فلا يسن لها، وإنما يسن لجماعة المسجد التي تطلب الزيادة، يسن لجماعة طلبت غيرها. طلبت غيرها قال في فرض وقتي، في فرض وقتي، في فرض وقتي، معناها في فرض من الفرائض الخمس في وقت الاختياري لا خارج الوقت، فإذا خرج الوقت الاختياري فلا يؤذن للصلاة ولو جمعة، ولو جمعة، نعم، ولو كانت جمعة، معناها يطلب هذا الأذان في الفرائض الخمس ويطلب في الجمعة إذا، أو يطلب في الجمعة إذا كان إذا، ولا يطلب إلا في الوقت الاختياري، لا يطلب لجماعة، جماعة طلبت غيرها، معنى يطلب في المساجد التي تجتمع فيها الجماعات التي تطلب غيرها في الفرائض الخمس، ولا يطلب في النوافل غيرها وفي السنن غيرها. وإذا كان ذلك في الوقت فلا يطلب إذا خرج الوقت. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، كما قال ابن عاشر في نظمه. وهذا هو رواية ابن القاسم عن مالك، هو سنية الأذان، وهذه السنية سنية كفائية، معناها لو قام به واحد لكفى عن الجميع، معناها لا يسن بكل فرد دخل المسجد أن يؤذن، وإنما يسن الأذان على سبيل الكفاية، هذه السنة تجب على سبيل الكفاية. وقال مالك في رواية عنه إنه فرض على الكفاية في مساجد الجماعات. وهذا القول الذي هو قول ابن القاسم هذا ذهب إليه جماعة من العلماء، وقالوا بأن الأذان سنة للجماعات خاصة، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه سنة للفرد والجماعة، للفرد والجماعة. واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها طلب الأذان، كحديث مالك بن حوير عند الشيخين، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا حان الوقت فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكذلك حديث حديث كذلك أبي محذورة عند أحمد وغيره، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم وغيرها من الأحاديث. وقال جماعة من العلماء يسن الأذان، يسن الأذان للجماعة إذا قال الجماعة إنه يسن لجماعة خاصة، وهو ابن القاسم جماعة من العلماء، جماعة قالت بأنه يسن للفرد وللجماعة، والمذهب الثالث أنه فرض
الكفاية بالنسبة للجماعة. والمذهب الرابع أنه واجب في حق الفرد والجماعة، وبه قال داود الظاهري، وهي رواية عن أحمد، واستدل بحديث مالك بن حويرث السابق لأن فيه الأمر فليؤذن لكم أحدكم. والمذهب الخامس هو مذهب بن المنذر، ذهب إليه جماعة من العلماء، قال بأنه واجب في حق الجماعات دون الأفراد سواء في الحضر أو في السفر، سواء كانت هذه الجماعة مسافرة أو سواء كانت مسافرة حاضرة. وهذا المذهب هو أصح المذاهب لدلالة الأدلة عليه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يترك الأذان في السفر ولا في الحضر، وثبت عنه الترغيب فيه بالنسبة للمسافر، وأيضا ثبت بأن الأذان يعتبر شعار الإسلام، فالمدينة أو القرية التي لا يكون فيها أذان يجوز للمسلمين أن يغيروا عليه لأنه